هذا المعرض مكسب اولا الجهة حيت ولا سنوي ويتطور سنة بعد سنة. السنتين الأخيرتين عرف تطور مهم جدا سواء على المستوى النوعي أو على المستوى الكم بحضور مستثمرين وعارضين من المغرب وخارج المغرب، كما أنه منذ السنة الماضية مستثمرين في مجال صناعة السيارات خذوا قرار ديال الانفتاح على أقاليم أخرى داخل الجهة، وأنه بالفعل تم زيارة في السنة الماضية بعد المعرض الجمعية ديال صناع السيارات زاروا مدينة الحسيمة، وأنه هذا المعرض هذه السنة خذوا قرار عملي أنه سيبدأون في بناء بعض الوحدات الصناعية في إقليم الحسيمة عما قريب، وأن الحكومة أكدت هذا القرار. وكنقول بأن اللي كتوفر عليه جهات طنجة والحسيمة تطوان من إمكانيات طبيعية من الموقع ديالها الجغرافي ومن إمكانيات بشرية ومن بنى تحتية هي اللي دفعتها باش تكون قبلة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وما تدشين الأخير من طرف جلالة الملك لمدينة محمد السادس طنجاتيك اللي هي مشروع جديد نوعي ماشي غير في المغرب بقدر ما على المستوى العالمي اللي غادي يخلق من هذه الجهة كما كتقول اليوم جميع التقارير وكما كيصرحوا المتتبعين أن الجهة الأولى اقتصاديا على مستوى المملكة، وهذا ما كانش ممكن يكون إلا ما كانتش المجهودات الجبارة اللي دارها جلالة الملك من 2000 في الاستثمارات في البنى التحتية، ولكن أيضا في انخراط الجميع وبالخصوص الساكنة المواطن والمواطنة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة في هذه الدينامية الاقتصادية اللي كتعرفها.